ربما يعني البعض يحتار والبعض يفكر، طب لماذا انقطع هذا الحوار طوال هذه السنوات رغم أنه العلاقات بين القاهرة وواشنطن كانت يعني علاقات دافئة في عهد إدارة الجمهوريين دونالد ترامب؟ يعني أنا عايز الفريق ده يجاوبني على هذا السؤال. تفضل دكتور محمد. تمام، أنا عايز حقيقة أبدأ من العبارة اللي استخدمها الدكتور عبد المنعم. احنا بنقول حوار استراتيجي، حوار استراتيجي، مصر بتقول حوار استراتيجي، الولايات المتحدة بتقول حوار استراتيجي، فده إدراك من البداية أن هذه العلاقة علاقة استراتيجية، ليست علاقة طبيعية بين دولتين. وبالتالي بيعطي أهمية لهذا الحوار لأنه بيتناول قضايا استراتيجية، قضايا استراتيجية سواء على المستوى الثنائي أو على المستوى الإقليمي. يعني موضوع انقطاع والعودة هو الحقيقة ليه تفسير، أنه الآن يعني مقارنة بإدارة ترامب اللي العلاقة فيها كانت بين مصر والولايات المتحدة علاقة جيدة جدا، ولكن الأمور كانت في عهد الرئيس ترامب بتدار من البيت الأبيض، فكان من المهم التواصل بشكل أساسي مع البيت الأبيض، وده الحقيقة نجحت فيه مصر ونجحت فيه القيادة المصرية والرئيس السيسي. الآن بنعود إلى ما يسمى المؤسسية في الولايات المتحدة، عودة أكبر لدور المؤسسات، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، الاستخبارات الأمريكية إلى آخره. اللي عايز أقوله أيضا ده يعني خبر طيب بالنسبة لمصر، لأن هذه المؤسسات لها تاريخ طويل جدا في العلاقة مع مصر، ودايما بتنظر إلى العلاقة من منظور واقعي، من منظور المصلحة العامة للولايات المتحدة والمصلحة العامة لمصر، ولا تجعل العلاقة أسيرة قضية واحدة أو ملف واحد، وده الحقيقة كان واضح في البيان اللي طلع عن اللقاء بين الوزيرين، اللي أنا شايفه الحقيقة بيان ممتاز، ومساحة الاتفاق بين البلدين في هذا البيان أكبر كثير جدا من أي مساحة، بالإضافة للنظر إلى المستقبل وفتح آفاق جديدة للعلاقات بين الدولتين في مجالات مختلفة.